41 في الحقيقة في الله وفي اللاحة. اليوم قدرنا نسوي لهم العقود وسلمنا لهم عقود الامتياز كما شاهدتوا. هذه العقود اللي رايحة تعطي لهم فرصة الاستثمار في الأراضي هذه، لأنه كانت أراضي ما يقدرش يدي رخصة نتاع حفر بير، ما يقدرش يدي ما يستفادش من الكهرباء الفلاحية. هذه العقود يعني جات في وقتها خاصة مع تغير المناخ ومع المردودية شوية ناقصة. نتمنى الدولة تساعدنا في حفر الآبار الكهرباء الريفية، نديروا السقي التكميلي حتى يعني نزيدوا نطوروا في الانتاج ويكون انتاج وافر في السنوات المقبله ان شاء الله. حصلنا هذه العقود وكنا منتجين فلاحيين نخدموا الحبوب الشتويه، وهذه العقود ان شاء الله عطانا امتيازات اخرى وتوسيع وتنويع في قاعده الانتاج.